خير يا حرس ظابط. طب مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا انا؟ ليه؟ بتهمة قتل زينة ومتولي. ايه؟ انا ما قتلتش حد. اتفضل معايا. قلت لي يا ابني الكلبشات في ايديها. انا في ايه؟ انا ما قتلتش حد. ضروري في حاجة غلط. النيابة هي اللي تحدد. خدوه. خلفوه فين؟ مش فاهم. خلفوه فين؟ انا بريء وما قتلتش حد. ولا دي بريء. انا بريء. ادخل يا اخويا. الله. الأمين المفروض ان هو موجود في الحجز هنا. القوه اللي طلعت تبع الاسم ده. هو حضرتك مش دورت في دفتر الاحوال؟ قول لي اعمل لكم ايه عشان تصدقوا يا جماعه. انا هنزلكم الحجز تدوروا بنفسكم. لا ما هو مش معقول كده يعني. هيكون راح فين؟ قلت لكم اسالوا عليه في مديريه الامن. وجوكم هنا والله ما له لازمه. وبعدين هتروح له ليه؟ كده ولا كده هيتعرض على النيابه بكره. ابقوا روحوا له النيابه. ولو سمحتوا سيبوني بقى عايز اشتغل يا جماعه. واضح ان مفيش غير كده. بكرة إن شاء الله نروح النيابة وإن شاء الله خير. تفضل.